مشكلة الحجم الحقيقة، زائد الهيودة في غزة كله في الوحدة، لا جدال الأحزاب المصرية الكر فترة كويسة جدا جدا خلال فترة الأباك سواء في الحوار الوطني أو في الانتخابات الحالية، ودليل على كده إن إحنا الأحزاب مرشحة ثلاث مرشحين بنفسه رئيس الجمهورية، ودي حاجة الحقيقة احنا فخورين بيها يعني الحمد لله والشكر. عايزين نعرف انطباعات الخارجيه عن الحاله الديمقراطيه اللي بيعيشها الشارع المصري في انتخابات الرئاسه 2023. الديمقراطيه زي ما بيقول ده مسار طويل، طريق طويل، احنا الحقيقه بدانا يعني ناخد فيه خطوات كويسه الحمد لله، وزي ما قلت حاجه تبيع كده ان احنا المواطنين محتشدين بصوتهم بمنتهى الحريه، محدش بيفرض عليهم حاجه، زائد ان يبقى في منافسه شريفه بين مرشحين احزاب، وزي ما قلت حضرتك رئيس الجمهوريه الحالي دي منتهى الديمقراطيه يعني اكتر من كده ايه، ويعني الحقيقه مصر بتشهد فتره الحاليه حاجه كويسه جدا الحقيقه، احنا حاله الزخم اللي موجوده في مصر من الاحزاب المصريه ومن السياسيين حاجه الواحد بيسعد بيها ويفخر بيها. احمد بشكر حضرتك، شكرا يا فندم.